بنلعب لعبه اسمها صندوق الاسود. كل مره يا جماعه كنا بنطلع الصندوق قدام الضيف، لكن عشان معانا اتنين من الضيوف فانا اللي هطلع الصندوق وانا اللي اسحب الورق، وكل واحد من الاسئله اللي موجوده عليها الاسم. انا هطلع لكم الصندوق قدامكم دلوقتي اهو، عشان ده فيه اسرار عن يارا وساره. ناخد اول ورقه. طيب يارا رقم 2. اتفضلي يا يارا. هنعرض على الشاشه دلوقتي السر وانتي هتقوليه. قري بصوت عالي. نصف دقيقة فقط تسببت بإصابتي برباط الصليب. إيه اللي حصل؟ كان موسم إيه وماتش إيه ولا التمرين؟ احكي لي كده التفاصيل وقولي لي بسرعة. ده كان الموسم اللي فات. تمام. كنا عندنا مجمعة بطولة 3 ماتشات ورا بعض في اسكندرية. تمام. بمناسبة إصابتي كلها في اسكندرية، معرفش ليه. لازم أروح أتصاب في اسكندرية، مش عارفة ليه. كان عندنا ماتش قوي قوي أول ماتش، وتاني ماتش كان عندنا مع المعادي، وكنت لعبة تقريبا أغلبه. بالاكسترا تايم. فيعني كنت مش قادره، يعني ما خلصت الماتش ما كنتش قادره اقف على رجلي بعدها. تالت ماتش بقى ده اللي اتصبت فيه اللي هو الاخير. هو ماتش انا ما يعني هو بجد احنا كنا كسبانين فرق كتير قوي، وما اعرفش يعني فجاه لقيت الكابتن بيقول لي انزلي، فنزلت نص دقيقه يعني نزلت في هجمه، اتصبت في الهجمه دي برضه. فجالك رباط صليب، قعدت فيها قد ايه؟ 9 شهور ونزلت، راح الموسم بقى توقف. بس الحمد لله انت احسن دلوقتي. الحمد لله. طيب ناخد السر الثاني، بس يا رب يطلع سر بقى ايه لساره. لا يا رب معايا سر لساره. ساره رقم 1. ايري. رقم 1 يا شباب. مشاده مع والدتي بسبب لعب اختي كره اليد. اتخانقتي ونفسنتي بقى، قلت لها بتلعب يد زي ليه؟ لا لا لا، هي مش لدرجه مشاده يعني. هو انا كنت شايفه انا اختي جودي دلكت قوي، يعني حاجه ما حسيتش ان هي ممكن تستحمل اللي انا شفته في الهاند بول. كانت المرمطه بتاعت الرياضه. لا يعني انا بالنسبه لي كانت جودي عايزه العبها حاجه لايت خالص يعني. فماما ما جت تاخد رايي، قلت لها لا، واتناقشنا كتير في الموضوع ده. قعدنا تلعب حاجه لايت. تلعب ايه مثلا؟ يعني بقى باليه. هي كانت بتلعب على فكره جمباز، تكمل في الجمباز لكن هاندبول وخبطات بقى وكده، وجودي حاجه رقيقه خالص يعني. لحد بقى ما قالت لي احنا هنسيبها هي تختار. جت بقى معايا مره التمرين، انا عايزه ده. عايزه هاندبول. انا عايزه ابقى زي ساره. بتحبك قوي. بتحبك مثلا. والله خدت رقمي كمان يعني، خدت 19 يعني. بسم الله ما شاء الله. طيب نروح للسر الثاني. يار رقم 3. طبعا انت ما دام ضحكتي يبقى انت اكيد ايه. يلا رقم 3. لقبي داخل الاسره هو يارا حوادي. عملتي كام عمليه؟ عملتي كام اصابه؟ احكي لي. بص هو مين انا يقولك يعني إيه؟ باباكي ولا مامتك الاول؟ الاثنين يارا حوادي. هم يعني هم سموني يعني، هو كده كده عملت حاجات كتير قوي مصايب وانا صغيره يعني، بس هم سموني كده عشان انا اتفتحت في راسي نفس الحته 3 مرات. تمام. انت كنت قاصده ولا بالصدفه 3 مرات؟ لا بالصدفه والله. حد يبقى قاصد يتفتح؟ يعني 3 مرات ازاي في نفس المكان؟ مره في النادي وانا بجري على السلم وقعت دماغي اتفتحت، مره في مدرستي، المره الثالثه كنا عند قرايب بابايا فهم حاطين مراجيح على السيراميك، فانا بلعب وبجري مش عارف ايه، فاتزحلقت على السيراميك وقعت على سن الزحليقه بقى ولا سن لعبه كده. انت مشينا دي عمرها ما تكون صدفه قبل. ما هي عشان كده قالوا لك يارا حوادث، واخيرا رباط صليبي ده. بالظبط كده. نروح ل احنا معانا لسه اسرار تانية. لا لا يا رب. عايزين ساره. ساره رقم 2 لساره. ايري. رقم 2 يا شباب. سجلت هدف في فوز لاهلي بكاس مصر في مرمى سبورتنج في اخر لحظه من المباراه. اتكلمنا عليه. ايوه اتكلمنا عليه. طيب ناخد سر تاني. لا معي ساره. ساره رقم 3. اتفضلي. ايري. شعرت بالانبهار بعدما رايت فريق النفط الجزائري. فريق النفط الجزائري بقى ايه اللي حصل؟ انبهرتي ليه؟ هي كانت بطولة معينة يعني، كنا احنا مسافرين بطولة عربية وكنا يعني التارجت بتاعنا دي كانت تاني مرة، فكان التارجت بتاعنا ان احنا لازم نعمل حاجة. اوكي. فكنا بنقعد نذاكر الفرق يعني، بنقعد ان احنا نشوف الفرقة اللي هنلعبها بكرة لازم نقعد نتفرج عليها النهاردة. وكل واحدة تذاكر وتكتب البنت اللي قدامها بتعمل ايه، الجون بتقف ازاي، طبيعي الجون بتاعتنا تقعد تكتب كل واحدة بتشوط فين كده.
فروحنا نتفرج على ماتش اليوم، كانت هيارة برضو معانا في البطوله دي، هيارة طلعت معانا في كل حاجه. رحنا البطوله دي الماتش ده، وكل واحده بقى قاعده مركزه مع البنت اللي قدامها، يعني فريق النفط الجزائري ده هو البطل بتاع البطوله دي. وقعدنا اتفرجنا، كان بالنسبه لنا بقى تاني مره نسافر وقاعدين نتفرج على الفريق، وكان الموضوع مبهر يعني بالنسبه لنا. بس تاني يوم كل واحده بجد قعدنا ركزنا فعلا، تاني يوم كسبناهم وهم البطل بتاع دي بقى كانت مفاجاه البطوله، يعني احنا نكسب فريق كبير قوي زي ده، فرق خمسه بس انتوا النادي الاهلي، بس احنا عمرنا ما شاركنا اصلا، بس يعني دي كانت اول مشاركه او تاني مشاركه. فان احنا نكسبهم دي كانت بالنسبه لنا مفاجاه. طيب الحمد لله انت كسبت، الحمد لله يعني. طيب نروح لاخر سر موجود مع يارا بقى، خد يارا ايه كده وقولي لي الاحلام وطموحاتك اللي انت دايما عايزه تحققيها، مره ممثله، مره حارس مرمى. كان نفسي اكون حارس مرمى. قولي تاني معلش احنا اسفين للاذاعه. كان نفسي اكون حارس مرمى في كره اليد. بص هو لسبب بسيط جدا، انا وانا صغيره بس ما كنتش بحب اجري، انا ستيل ما بحبش اجري يعني. اي تمرين فيتنس انا ما بحبوش، انا احب الماتشات اكتر. مش سامع كابتن يحيى؟ مش كويس ان هي اتكلمت في طب حضرتك الكلام ده كله. انا احب الماتشات مش زاوي بقى في الفتنس يا كابتن يعني. الجري اللي بلا هدف ده انا مش بحبه. فانت بتحبي تقفي جون علشان خاطر انا قلت اقف جون بقى عشان اريح نفسي يعني. تاكل ساندوتش وانت تقف في الجون بالظبط اريح شويه وبتاع. فقلت بجد ده سبب والله؟ يعني انت عايز تقف جون عشان خاطر تخلي والله مجهود. حسيت ان ده حسيت ان ده اقل مركز ممكن اعمله. لا انه اقل مجهود يعني، هي عايز تلعب رياضه بس ما يعني. بس هي بسم الله ما شاء الله بتروح الجيم، بتروحي الشغل وبتتمرني. لا ما هي صغيره، ما هي صغيره.